اللي كيعاني من المصران، اللي كيعاني من الجهاز الهضمي ككل، اللي كيعاني من الفضلات المتراكمه وكيحس بواحد الكتله كاينه ليه هنا في البطن ديالو بحال الحجره بحال الصخره، كيدخل المرحاض كيتجرح وكيحس بان التكريعه ديالو خانزه وعنده هذا المشكل هذا، واللي عندها الكرش منفخه يعني بحال لا حامله. تبع معايا هذا الفيديو هذا، راه غادي نوريكم ان شاء الله اليوم واحد الوصفه لاول مره غادي تعرض في القناه ديالي، واول مره وقيله كاع غادي تكون على اليوتيوب، واعره بزاف. غادي تنقي لك المصران ديالك من الفضلات القديمه والجديده واخا تكون ديال سنين، غادي تشوفي العجب كيخرج منك في المرحاض، وغادي ترجعي لي الخبر وغادي ترحميني وتشكريني على هذه الوصفه هذه. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين واش لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي اموركم تكون بخير وعلى خير. صراحه توحشتكم بزاف بزاف بزاف، سمحوا لي الا كنت كنغيب عليكم اولا ما جاوبتكمش على التعاليق ديالكم غير مع الوقت وصافي. اليوم جبت لكم واحد الموضوع مهم بزاف كتطلبوني عليه دائما دائما، كيجيني هذا الطلب هذا في التعاليق على المشكل ديال اللي صراحه كاين عند الاغلبيه، يعني بزاف 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 اغلبيتنا عندهم هذا المشكل. اشنا هو؟ هو المشاكل ديال القولون العصبي، المشاكل ديال المصران الغليظ، المشاكل ديال الجهاز الهضمي ككل. ان كاينين الناس اللي كيدخلوا للمرحاض اعزكم الله ما كيتبرزوا الا ما تجرحوا، يعني انك تولي عنده فضلات ديال شهور متراكمه تما في المصران ديالو كتولي دايره ليه مشاكل. بحالاش؟ ان الدقريعه ديالك يعني ملي كتقرع كتخرج واحد الرائحه كريهه بزاف ومزعجه كتحرجك قدام الناس، وكاين عاوتاني المشكل ديال ان الكرش اولا البطن ديالك ما كيكونش بحال هكا مسطح، كيكون دائما منفخ ودائما كتخرج شي غازات اللي الريحه ديالهم اعزكم الله كريهه جدا. هذا الشيء شنو هو؟ هاد العلامتين راه غادي نعطيكم انا الاعراض كامله ان شاء الله في الفيديو. هاد العلامتين تتقول بان المصران ديالك راه خصو يتنقى، يعني صافي راه عامر راه مريض راه صافي تخو شارجي، خصو يعني يتفرغ ويتغسل. اشنو خصنا نديرو؟ اشنو يمكن لينا نديرو باش نغسلوه وباش نقيوه وباش يعني نديرو ليه كما كنقولوا الفيدونج؟ اشنو غادي نديرو؟ غادي نعطيكم شي وصفات ساهلين 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 بزاف بزاف بزاف، والمكونات رخاصين غير مكلفين، فقط تبعوا معايا الفيديو من البدايه الى النهايه. غادي نعطيكم ان شاء الله جميع النصائح اللي غادي تنفعكم في هذا الموضوع ان شاء الله باذن الله. قبل لا نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما تنساوش يا ابوني في لاشين اللي اول مره كيشوفني، فعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد بالنسبه للاخوان والاخوات اللي التحقوا بالقناه مازال جداد. كنرحب بكم في قناتكم عالم ام ياسين، مرحبا بكم، وكنقول لكم شجعوني بالمزيد من التعاليق والمزيد من اللايكات، بارطاجيو الفيديو مع العائلات ديالكم مع اصحابكم باش هكا القناه كتكبر بكم. بالنسبه للمتتبعين والمتتبعات الاوفياء العزاز عندي اللي متبعيني من هادي شحال، كنرحب بكم ودارداركم، ما تنساوش ليا حتى نتوما اللايكات والتعاليق ديالكم، كنوجه لكم تحيه كاملين كنحماق عليكم. المهم غادي نرجعوا لفيديو ديالنا ديال اليوم، غادي نبداو دابا ان شاء الله باش نبداو نتعرفوا على المكونات اشنا هما ولاش كيصلاحوا وكل شيء. هادشي غادي نعرفوه دابا مع بعضياتنا، نبداو الفيديو على بركه الله. انتما اخواتي غادي تجيبوا فقط كاس، تبعوا معايا الطريقه راه هي سهله، وجميع المكونات اللي فيها مفيدين جدا جدا لهذا المشكل. راه الا تبعتوا هذه الوصفه اللي غنعطي لكم بالطريقه اللي وريت لكم، راه بعد ايام قليله يعني يومين حتى ثلاث ايام راه غادي تشوفي كيخرج منك العجب. انا تنقول لك راه كاع المصران ديالك غادي تنقاو، الكرش ديالك غادي تولي مفشوشه يعني بلا، وغادي تهناي من هذاك المشكل ديال الانتفاخ والغازات والرائحه الكريهه وكذا، وهذا الشيء اللي ذكرت في البدايه. الا كنتي كتحس بان الدقريعه ديالك راه هي حامضه وخانزه اعزكم الله، يعني الريحه ديالها كارهه، تما تبع معايا لا فيديو. والا كنتي عاوتاني كتحس بان عندك بحال كتله كاينه لك هنا هزه في البطن ديالك، راها من الفضلات يعني بقات قديمه وتتراكم على بعضيتها، بمعنى ان الجهاز الهضمي ديالك اولا القولون العصبي ديالك راه ما بقاش كيأدي الدور ديالو مزيان. تما غادي تتبع معايا كما قلت، وراه غادي تنفعك الوصفه 100% يعني ما فيهاش النقاش، لان جميع المكونات انتم غتشوفوا المكونات اللي فيها، والناس اللي عارفه غادي تعرف بان هذه المكونات راها الطب لاول مره غادي تذكر وسهله، يعني ما غاديش تشريوها بشي ثمن غالي. غادي نجيبوا اخواتي كاس فارغ بحال هكا، وغادي نجيبوا الباديان
اللي ما كتعرفش الباديان هي هذه نجمه اليانسون ولا ما شو كيقولوا لها، انا كنعرفها باسم الباديان. هي هذه كيكونوا نجيمات دايرين بحال هكا، غادي تاخذي في كل مره تبغي ديري هذه غادي تاخذي وحده حتى لجوج الا كثرتي، غير وحده هكا راه مزيان. فهمتوا هاد الوصفه هذه دائما تبقى دار من الليل لليل 20 دقيقه قبل لا تبغي تنعس، راها مزيانه بزاف بزاف. فهمتوا قبل لا تنعسوا بواحد 20 30 دقيقه يستحسن، ماشي نشربها وننعس، نشربها ونتحرك شويه واحد نص ساعه اولا عاد باش نمشي ننعس، وراه غادي تحس بالفرق. انتما غترجعوا تردوا عليا في التعاليق. المهم خدينا نجمه ديال الباديان بحال هكا، قلت خذوا من وحده حتى لجوج. غادي ناخذوا اخواتي هذا المكون هذا اللي معروف اللي هو حبه حلاوه او لا النافع، هذا النافع، هذا انا نوري لكم النافع. المهم غادي تحتاجوا ليد حبه حلاوه والنافع، الشمر واليانسون اللي ما عارفش. غادي ديروا بحال هكا معلقه ونص صغارين، شوفوا تبعوا معايا المراحل. درنا نجمه ديال الباديان، درنا ملعقه ونصف من النافع، غادي نزيدوا دابا ملعقه ونصف كذلك من حبه حلاوه. هادشي هذا تبقاو ديروه بشكل يومي، بمعنى انكم خصكم تشريوهم وتنقيوهم هاك كيكونوا منفوضين ومحيدين منهم العواد والحجر وداكشي، وغادي تخليوهم يعني ما تبقاوش تخلطوا كلشي، تخلطوا غير اللي تشربوا في المره كل مره، يعني كل يوم غتبقى تخلط داكشي اللي بغيتي تستعمل. غادي ناخذوا كما قلت احنا درنا هنا ثلاثه المكونات، غادي نزيدوا اخواتي الكمون البلدي، الكمون البلدي عقلوا مزيان. انا هو باش كنطيب الصراحه مزيان والريحه ديالو كتكون قويه، حتى هو ملعقه ونصف كما شفتوني درت دابا. وغادي نزيدوا اخواتي المكون الاخر اللي غني على التعريف، معروف باننا كنديروا حتى لي بيبي هذوك الوليدات الصغار اللي يلاه كيتزادوا وكيكون عندهم هذاك الانتفاخ في البطن ديالهم والغازات، يعني كتحسي به بانه كيتنفس بزاف 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 والكرش ديالو اولا البطن ديالو كيغوت، كتسمعي دوك الاصوات ديال المصران. تما كنديروا ليهم الكرويه او انا كنعرفها بزاف باسم الكرويه، في جميع البلدان العربيه راه معروفه بالكرويه او الكرويه، راها معروفه دايره هي بحال الكمون وهي طويله. فهمتوا دابا كيفاش هي راه بحال الكمون ما تفرقش بيناتهم، تتفرق بيناتهم غير في الريحه. غادي تاخدي منها اختي معلقه او لا اختي ونص معلقه ونصف بحال هكا صافي، وغادي تجيبي الماء الدافئ وغادي نكبوه عليهم بحال هذا الشكل هذا، نعمروا الكاس عاد غادي نوريكم شنو غادي تضيفوا ليه في الاخير. فاش غادي نعمروا غادي نخلطوا مزيان. راه كاينه طريقه اخرى، هو ان هاد الاعشاب اللي ذكرت دابا وهاد المكونات اللي ذكرت دابا كلها تطحن، تنقى وتطحن. فاش تنقى وتطحن غادي نحتفظوا بها فواحد القرعه، وغادي نبداو ناخذوا ملعقه كبيره اللي عنده هذا المشكل هذا يعني متفاقم وكثير بزاف يعني باينين فيه الاعراض بزاف، غادي يبدا ياخذ ملعقه كبيره مع مشروب ساخن مثلا الشاي او الماء دافي ماشي الماء بارد، وغادي يبدا يشربها ويمشي ينعس. دائما معلقه في الصباح ومعلقه في العشيه، هذه لما بغاش بحال هكا يشرب هذا الماء ديالو. هما الطريقتين بجوج مزيانين، المهم ان هاد الاعشاب تدخل للصحه ديالك. صافي اخواتاتي غادي نديرو بحال هكايا، وغادي نغطيوه بواحد اي حاجه واخا طبسيل او غلاقه او اللي كان عندك في الدار، غادي ديري وغادي تغطيه بحال هكايا ياك، وغادي تخليه واحد المده ديال 6 دقائق 5 دقائق يعني غير بين ما يولي ما كيحرقش يولي يعني مشروب دافي، وغادي نوريكم شنو غادي ديروا ليه وشنو غادي تضيفوا ليه. انتما اخواتي بعد ما انتهت المده اللي قلت لكم يعني تخليو هذا المشروب هذا تيولي اللون ديالو تيتبدل، انا نوريكم كيفاش غادي يولي بحال هكا اللون ديالو بحال اللون ديال الشاي المغربي عادي، يعني والريحه ديالو تبارك الله زوينه ما خايباش يعني ما تعيفي منه ما والو، صراحه زوين بزاف. اشنو غنديروا ما غنشربوش بيان سيغ بحال هكا، غادي نصفيوه هكا صافي، غادي نحيدو هذا، غادي يبقى عندنا هذا. شنو غنضيفوا ليه؟ لك الاختيار الاول انك تحلي بالعسل، ها هو البنات العسل
العسل الطبيعي اللي كنخدم به دائما معكم انا الوصفات، دائما بحال هاد الوصفات بحال هكايا اللي كنت ذكرت لكم، يعني من غير وصفات تجميل، تنهضروا حنا على وصفات الصحه، شي حاجه اللي كتدخل للكرش، حاولوا ما امكن انكم ديروا العسل الطبيعي. راه حتى البشره عسل السكر راه كيحرقها، باش تفهموا هاد الشيء. الا قدرتوا انكم يكون عندكم في البيت ديالكم ولو غير شويه شي غير كاس نحتفظ به فقط للدواء، راه مزيان، مزيان بزاف اللوزتين، مزيان بزاف المصران، مزيان بزاف للبشره، مزيان بزاف عاوتاني الوصفات ديال بحال هذه اللي عطيت لكم ديال سحر الجمال، بزاف بزاف بزاف. غادي تاخذي واحد شويه وغادي تحليه بهذه الطريقه هذه بحال هكا، وغادي تخلطيه عادي عادي عادي، مشروب واعر 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 بزاف. وغادي ترجعوا تقولوها لي وغادي ترحموني عليه وغادي تحيد منكم مشكل. هذا باش زوين هذا المشروب، ماشي غير الكبار حتى الصغار، الا الحامل، الحامل الا غادي تاخذوا عاوتاني الزنجبيل. البنات اللي عندها الكرش ديروا، اللي ما عندهاش الكرش فقط عندها انتفاخات وغازات بلاش، غادي ديروا الزنجبيل، معروف الزنجبيل والفوائد ديالو يعني والاهميه ديالو في الوصفات الطبيعيه وحتى الوصفات الاخرى اللي يعني المصنعه تعتمدوا عليه بزاف ديال الحاجات، كيكون من بين المكونات الاساسيه. غادي تاخذوا فقط واحد طريف يعني قد راس الصبع، ماشي قد هذا، غير نص فيه يعني شويه، واحد الحكه غادي تقطعيه وغادي تحكي واحد الحكه هكايا صافي شويه، يعني غير اللي يهزو صباعك بحال هكا تضيفيه واحد شويه صافي، وغادي تخلطي. معروف الزنجبيل بانه كيحيد الكرش وبانه مزيان الانتفاخات والغازات وكذا، راه مخير بزاف. وبالنسبه للبنات اللي ما كي اللي فيهم السكر ما يديروش العسل، النساء والرجال اللي كيسمعوني فيهم السكر يعني مرض السكري ما يحتاجوش انهم يديروا السكر او لا العسل، يعني ما يحليوش فقط هكا. وغادي تبدا على بركة الله البنات نذوقوا معكم. البنات زوين، فيه الرائحة ديال الكمون صافي. حنا كنديرو حتى الوليدات الصغار، ما تنسوش ان هاد النجمة ديال البادين، هاد النبتة هادي راه كترخي وكتسرح وكتنفس الانسان وكتحيد منه داك الاعصاب الزائدة، يعني ماشي كتنعسو، لا ماشي كتنعس، لا هي لا الكمون كيفشو والكرويه وكذا، وكيجعلوا الانسان يسترخي، ما كيبقاش على اعصابو كما كنقولوا، راهم مزيانين. يعني غادي تحيدي بها الاعصاب وتحيدي بها المشكل ديال الفضلات المتراكمه، وغادي تحيدي بها المشكل ديال الغازات والانتفاخات وكذا، راه مخيره بزاف بزاف بزاف. كما قلت لي ما عندهاش العسل الحر تحلي بالعسل الاخر، ولكن يستحسن الى لقاتو العسل الطبيعي. ما لقيتيش راه بلا ما تحلي، غير سد عينيك وشربيه، راه مزيان، الريحه ديالو كيغلب عليها الريحه ديال البادين والريحه ديال الكمون البلدي. معروف الكمون البلدي بانك الا حكيتيه في يدك هكا وعطيتيه للوليدات الصغار كيحيد لهم الشم، تنقولوا حنا الشم، الوليدات اللي تتصيب به تيكون يلعب وكيدير هكا، ديما هو هكا، ديما نيوفو حمرين، ديما مجروحين، كنديروا ليه الكمون البلدي في يديه وكنحكوه ليه هكا كيبقى كيشمو، سبحان ربي العظيم كيتحيد منه الشم. باش قلت لكم الوصفات ديال زمان راه احسن من هاد التخربيق اللي كاين دابا، راه والو ما بقاتش النيه، ما بقاش بنادم كي يامن بهذا الشيء الطبيعي، ما بقاش كي ما فهمتش، اولا كلشي كيديروه شعوذه، كلشي كيديروه سحر، كلشي كيديروه تخربيق، لا خصنا نمشيو لا فارماسي، راه حتى في لا فارماسي راه مصنوعه من هاد الشيء، فهمتوا؟ راه كتجيبي دابا كاينه ديال المصران، وحق الله العظيم بلا ما نذكر الاسم ديالها، كنجيب انا كاينه ديال المصران يعني ديال الانتفاخات، كنشم فيها الريحه ديال الكرويه، راه ما يمكنش هما منين بيسمعوه ليك، منها ما فهمتش، راه ضروري غادي يصنعوه من صنع الطبيعه النيت، يعني شي حاجه اللي عطاها لنا الله نزل فيها الدواء، وهما تيعرفوا كيفاش يستخرجوه ويزيدوا عليه مواد، وفيه مواد حافظه من الفوق وفيه مواد مصنعه. اما هذا الشيء راه كتصاوبيه بيدك وفي الدار وبثمن رخيص، مثلا هاد الشيء هذا اللي صورت معكم به انا 8 دراهم مغربيه، يعني 3 دراهم من الباديان والبقيه درهم درهم ولا مع 2 دراهم صافي، انت مزيان بخير وعلى خير. وهاد الشيء هذا راه يدير لك شحال، غادي تتبعوا الوصفه من يوم، غادي تتبعوها حتى تغسل المصران ديالك، مثلا على الاقل غادي تتبعها 3 ايام 3 ايام وانت كتشرب هذه الوصفه هذه من الليل لليل، غادي تحس براسك بانك بديتي كتفش
وفاش كتدخل للمرحاض كتحس بانك كتحط واحد الكميه اعزكم الله كبيره من البراز، يعني ماشي كتمشي كتحط قد هادشي اللي موالف كديرو وكتجرحو معذب، راه غادي ترتاح. وحتى دوك اللي عندهم هذيك الكرش منفخه راه غادي تفش، راه ما غاديش تبقى بحال هكاك، غادي تولي مرتاحه. ما تنساوش الوصفه اللي سبق ليا ونزلت لكم في القناه ديال علاج التوكان، حتى هي تتغسل المصران تدير لك الاسهال سورتو اللي ما تيردوش ما كيرجعوش. مثلا الوصفه اللي حطيت لكم ديال الورد والريحان واللي حطيت لكم ديال سرغينه، الا شربتيها غادي دير لك الاسهال، معروفه بلي كدير الاسهال. علاش؟ كتغسل لك كرشك، بان حتى الا كليتي شي ميكروب كيتغسل كيخرج على برا. هادشي اللي كاين. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتتبعوا الوصفه وتنجح معكم، وكنتمنى لكم يا رب العالمين كاع اللي كيسمعني وكيشوفني وحتى اللي ما كيسمعني وكيشوفني، كنتمنى لكم الصحه والعافيه لكم ولوليداتكم، لهلا يوريكم ان شاء الله فيهم ما يضركم، والله يبلغكم رمضان ويبلغنا رمضان اجمعين لا فاقدين ولا مفقودين، وان شاء الله نوصلوا رمضان بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. تهلاو ليا فروسكم، والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.